فيزيا الاستوديو ينفع، اناكوندا ينفع، الباي تشارم ينفع، تمام. ف اكليبس برضو ينفع. اكليبس ما جربتش اكليبس، ده بينفع برضو. ماشي. هو عموما اهو بيلود البروجكت اهو كريت، بس دلوقتي احنا لسه ما عملناش اي بايثون فايل نكتب فيها، احنا مجرد كريتنا بروجكت. طيب انا بقى عايزه ابدا اعمل بايثون فايل علشان ابدا اكتب كود، فانا هعمل ايه؟ وعملت وقفت كده على البروجكت وعملت دوست كليك يمين وعملت نيو بايثون فايل، ماشي. هسميه مثلا سيكشن 1، سيكشن 1، ماشي اوكي. ماشي، هو اتكريت اهو وجاهز ان انا اكتب كود. طيب لو احنا عايزين نطبع جملة I love Python هنعمل ايه؟ هنكتب print كلها small، نفتح قوسين single quote single quote حرف الطه. الناس اللي هي مسطبة البرنامج او اي عندها اي برنامج بايثون يا ريت تكتب معايا، وهنكتب جواها I love Python، ماشي. في البايثون مفيش سيمي كولوم، يبقى لو عايزين نطبع جملة معينة بنعمل ايه؟ بنكتب برنت وبنفتح قوسين وبنعمل سنجل كوتيشن، سنجل كوتيشن دي اللي هي حرف الطه، يعني انا مش عارف هي عندي حرف الطه، فلو في حد متشابه معايا هيلاقي يدوس بس على حرف الطه بالعربي، ماشي. وبعد كده يكتب الجملة بين السنجل كوتيشن اللي هو عايزهم ومفيش سيمي كولوم، ماشي. انتوا سنة أولى درستوا جافا، فهنا مفيش سيمي كولوم، ماشي. طب عايزة رن، بقف كده كليك يمين على البروجكت من فوق واعمل run section 1، ماشي. اهو طبع لي اهو I love Python، تمام كده معايا؟ ايوه تمام. سمعت. معلش حضرتك لما جيتي ترني عملت ايه؟ ماشي، لما جيت ارن تاني بصي الفايل بتاع البايثون اهو سيكشن 1 اهو فوق، سيكشن 1 دوت باي، وقفت عليها كليك يمين ورحت جاية كاتبة run section 1، دايسة على run section 1 اهو، run وطلع لي اهو I love Python، ماشي. العفو. طيب هنتكلم بقى على حاجة اسمها variables. ايه بقى هي ال variables دي؟ اي بني ادم طبيعي عنده ذاكرة بيسجل فيها معلومات معينة، ممكن اللي فاتح المايك يقفل. محدش يفتح المايك غير لو هو عايز يسأل سؤال يا جماعة، أو أنا بوجه سؤال، ماشي. ال variables أي بني آدم طبيعي عنده ذاكرة بيسجل فيها معلومات زي اسمك عنوانك، يعني طبعا محدش فينا مفيش حد فينا هينسى اسمه. فقالك الكمبيوتر نفس الكلام، لما أجي أبرمج لازم الكمبيوتر يكون عنده ذاكرة. الذاكرة دي بقسمها كل معلومة في مكان محدد، المكان المحدد ده بسميه variable، متغير. ليه متغير؟ لأنه ممكن يتغير. لو أنا قلت لك عنوانك إيه؟ أنت مسجل في ذاكرتك العنوان اللي أنت ساكن فيه، نفترض إن إحنا ساكنين في مدينة نصر دلوقتي، ماشي؟ فأنا في الذاكرة دلوقتي متخزن عندي في العنوان إن أنا ساكنة في مدينة نصر، ماشي؟ طيب جينا عزلنا، فالعنوان هيتغير، عزلنا مثلا المعادي، فالعنوان قيمة العنوان في الذاكرة هتتغير من مدينة نصر المعادي، فلو جه حد سألك دلوقتي أنت ساكن فين؟ هتقول له المعادي. بقى موجود في الذاكرة بتاعتك دلوقتي إن قيمة العنوان هي المعادي مش مدينة نصر، اتمسحت. عشان كده بنقول عليه variable، متغير، عشان ملوش قيمة ثابتة، ممكن ياخد كل شوية قيمة، ماشي؟ فهمنا؟ طيب إزاي بقى بنعرف ال variable ده في البايثون؟ تعالوا مثلا كده عايزين نخزن في الذاكرة الاسم اسمنا مثلا وعمرنا والسن، ماشي. طيب تعالوا كده نخزن الاسم، قلنا النيم وليكن مثلا شروق، كل واحد يخزن اسمه. الايدج ايكوال 24. طيب نلاحظ حاجة بقى، الاسم انا حطيته بين سنجل كوتيشن، السن اللي هو 24 حطيته على طول بدون سنجل كوتيشن. طيب ونلاحظ حاجة تانية، شروق اتلونت بلون اللي هو اللون الاخضر ده،
24 تلونه بلون تاني اللي هو اللون الازرق ده. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان الكمبيوتر شايف دي حاجه ودي حاجه تانية. برضو ده معناه ايه؟ قال لك معناه ان الكمبيوتر لازم يحدد المعلومات اللي عنده نوعها ايه. في حاجه اسمها داتا تايب. الداتا تايب دي بتحدد لي نوع المعلومه. لو المعلومه عباره عن كلمه فهي بتتخزن بطريقه معينه، ولو المعلومه دي عباره عن رقم فهي بتتخزن بطريقه تانية. البايثون بيريحنا جدا جدا لانه بيعرف نوع المعلومه من تلقاء نفسه، مش لازم انا احدد له زي الجافا اللي انتوا درستوها او السي بلس بلس او لغات تانية. مش لازم احدد له ان الكلمه دي سترينج وان الرقم ده انتجر او فلوت. تمام. في الجافا انتوا درستوا جافا، عشان كنت تعرف سترينج كنت لازم تقول له سترينج نيم ايكوال دبل كوتيشن وتكتب فيه شروق. في الجافا برضو كنت لازم تقول له انت ايج ايكوال 24. البايثون ريحنا في الحتة دي. انت مجرد ما بتقول له النيم ايكوال سنجل كوتيشن شروق، هو خلاص راح خزن المعلومة دي في الميموري ان النيم ده سترينج. عرفها منين؟ عرفها من الفاليو اللي هي واخداها. ادام شروق كلمة بين سنجل كوتيشن فهو خلاص عرف من تلقاء نفسه ان النيم دي عبارة عن سترينج، وان الايدج دي عشان واخده رقم انتجر فهو خلاص راح خزن الايدج دي في الذاكرة في الميموري ان هي انتجر. فاهمين كده ولا مش فاهمين؟ اه يا هندسة. اه تمام مش مهم. طيب تعالوا بقى نرن كده نشوف هيحصل ايه. المفروض مش هيرن حاجة كده بالظبط، ما طلعليش اي حاجة. ليه؟ لان انا ما قلتلوش اعمل اي حاجة، انا ما قلتلوش حاجة، انا مجرد حجزت اماكن في الذاكرة وخزنت فيها معلومتين، معلومة النيم ومعلومة الايدج، وانا ما عملت، ما قلتلوش اطبح اي حاجة ولا ضيف لأي حاجة. ماشي. طيب تعالوا بقى نروح جايين عاملين مثلا برنت نشوف هيحصل ايه. برنت عايزه اطبع النيم، هل هحط النيم بين سنجل كوتيشن ولا هكتب كده على طول النيم؟ هكتب كده على طول، هكتب برنت النيم. برنت ما بين قوسين النيم؟ لا مش بين قوسين، بين قوسين بالظبط. ماشي، بس مش هحط سنجل كوتيشن. ليه بقى؟ ليه؟ عشان ده عشان حطيتها يتبع زي ما هي، هيعتبرها كنص، هيعتبرها ككلمة، إنما أنا مش عايزاه يشوفها ككلمة، أنا عايزاه يشوفها النيم اللي هي الفاريبل المحفوظ في الذاكرة في الميموري. طيب تعالوا بقى نشوف نرن كده إيه اللي هيحصل. إيه اللي حصل؟ برنت راحت لقت جواها فاريبل، راحت لمكان الفاريبل ده في الميموري، لقته فعلا موجود فعلا في الميموري فاريبل اسمه نيم. فقالت له طيب انا عايزه القيمه اللي جواك عشان اطبعها اظهرها. فقال لها ماشي، انا متخزن جوايا شروق خديها. فعشان كده هي خدتها وطبعتها. ماشي فاهمين؟ اه تمام. لكن ما ينفعش نعمل نيم بين سنجل كوتيشن كده، هنعامل النيم دي على انها عباره نص النيم بالظبط. لو عملتها كده بين سنجل كوتيشن وتعالوا الرن، هنلاقيه مش هيطبع لي شروق، مش هيعملها على انها فاريبل، طبع لي كلمه نيم عاملها على انها نص، زي كده النص اللي احنا طبعناه في الاول اي لاف بايثون. يبقى اي حاجه بين سنجل كوتيشن بنطبعها بين سنجل كوتيشن بيطبعها لي زي ما هي، بيطبعها لي على انها عباره نص. ماشي فاهمين لحد كده؟ اه تمام. طيب تعالوا كده نطبع كمان الايدج، برينت الايدج ونرن. طبعها لي شروق وطبعها لي 24. ماشي، برضو نفس الكلام. برينت راحت للايدج في الميموري، قالت لها انت مخزنه جواكي ايه؟ قالت لها مخزنه جوايا قيمه 24. قالت لها طب هاتيها عشان انا عايزه اطبعها. فادتها لها وطبعتها. ماشي. طيب احنا ملاحظين ان طبع كل يعني كل فاليو في سطر، الشروق في سطر وال24 في سطر. طيب لو انا عايزه اطبعهم في سطر واحد هو ينفع؟ قال لك اه ينفع. تعالي كده علامه الفاصله بالظبط. هي علامه في الجافا كنتوا بتعملوا ايه؟ بلس. بنقول ايه؟ بلس بالظبط، كنا بنقول بلس. في البايثون بنطبعها بكوما نيم ايدج. ماشي، وما فيش سيمي كولن. ممكن ما نحطش اللي هي القوسين عادي؟ لا استنوا، هي بالنسبه لنا عادي. ليه؟ عشان انا مسطبه بايثون الفيرجن قديمه، فيرجن 8.2.
2 بوينت. بصوا 2 بوينت، انما الناس اللي مسطبه فيرجن 3 بوينت هتجيب معاهم ايرور، فلازم لازم نلتزم بالقوسين. انا بس وريتها لكم عشان الناس اللي هي مسطبه 2 بوينت لو شال الاقواس مش هيحصل اي مشكله يا جماعه، هي بتختلف من فيرجن لفيرجن. 3 بوينت لازم نحط الاقواس. حتى انا بصوا ممكن اطبع عادي برنت، ممكن اطبع برنت من غير اي حاجه كده، برنت اي حاجه كده هيطبع عادي جدا معايا بدون الاقواس اهو شايفين. لكن انتوا بالنسبه لكم، انا بالنسبه لي ما بتفرقش حطيت الاقواس ما حطيتهاش بيطبع اهو، يعني انا دلوقتي ضفتها. لكن الناس اللي هي فيرجن 3، انا الفيرجن اللي نزلها 2.7، انما الفيرج انتوا هتنزلوا فيرجن احدث، يعني الاحسن ان انتوا تنزلوا فيرجن احدث، ما تتعاملوش بالقديمه. انا ممكن اشيل القديمه اصلا واسطب واحده احدث عندي 3 بوينت احدث لو 3 بوينت كام بقى 3 بوينت هو ستريم هم حيث وتلاقي دلوقتي 3.7 مثلا. ماشي. عموما انا اللينك اللي انا هبعته لكم هيبقى فيه احدث فيرجن اصلا. ماشي. طيب تعالوا كده نجرب نعمل حاجه ثانيه. اسالي اتفضلي. كنا بنعمل في الجافا اللي هي الجمله اللي نقعد نركب فيها دي، يعني مثلا نحط شروق وبعد كده نحط مثلا بلس، بعد كده إيز بين دبل كوتيشن، وبعد كده نقوم حاطين الإتش فتطلع شروق إيز 24. ينفع ده نعمله هنا؟ دي لو عايزين نعمل بدل بلس هنحط كوم. ثواني ثواني ماي نيم إز انا عملت ديباج مهندس لو سمحت. نعم. هو حضرتك بدات من امتى؟ من شويه. ما لسكش النهارده مفيش حاجه يعني. معلش بس عشان النور كان قاطع عندي من الساعه 9 ولسه داخل دلوقتي. ماشي ماشي ولا يهمك. هو كل اللي احنا خدناه زي نعرف، هعيد لك في اخر السكشن، هعيد اللي انا قلته تاني. شكرا حضرتك. عفوا. اللي كان بيسال سؤال تقصد كده ماي نيم از، هو وديت له فاريبل نيم فطلع لي ماي نيم از شروق اند ماي ايج از 24، اديت له الايج. مش انت كنت تقصدي كده في سؤالك؟ مش كنت سؤال. تمام صح، انت كنت تقصدي كده. اه ينفع جدا اهو عملتها له. تمام. طيب تعالوا بقى نجرب حاجة تانية، اللي هي مثلا نقول له عايزين نطبع الايدج بس نحط الاي كابيتال، ايه اللي هيحصل؟ اديني ايرور عشان مفيش فاريبل كده. اديني ايرور عشان اتعرف الايدج اللي بالاي كابيتال فوق، انا فوق معرفها بالال سمول، فهو بالنسبة لي كده ده متغير مختلف. بالظبط. تعالوا كده الرن ونشوف هيديني ايه. قال لك ان الايدج بالاي كابيتال از نوت ديفايند، مش شايفها مش قاريها. ليه؟ لان البايثون كيس سنسيتيف. يعني ايه كيس سنسيتيف؟ يعني الفاريبل فيها لو انت معرفها سمول لازم تعمل لها كول او تستدعيها او تعمل لها برنت او تدخلها في اي اوبريشنز بنفس الاسم اللي انت معرفه. عامل الاسم مول يبقى تكتب الاسم مول، ما ينفعش تكتب كابيتال بالنسبه له، لانه هيروح الميموري. دلوقتي برنت راحت دورت في الميموري على ايدج للاي كابيتال، ما لقتش فاريبل بالاي كابيتال، فقالت لك ايه؟ لا والله ده انا مش لاقيه اللي انت بتقول لي عليه ده، نوت ديفايند بالنسبه لي. تمام. بس لو جيت لازم ادام انا معرفاها الايدج الاسم مول، لو جيت كتبتها الاسم مول هيرن جدا ويطلع لي 24. بس هو ده سكشن النهارده، كل اللي فيه اللي هو بس ازاي نعرف فاريبل، ان الداتا تايب في البايثون بتعرفها من تلقاء نفسها، ازاي نطبع جمله نص عن طريق برنت سنجل كوت، يعني برنت القوسين بتوع برنت سنجل كوتيشن ونكتب جواها، بس ازاي نطبع مثلا في كذا سطر زي ما طبعنا شروق في سطر و24 في سطر، وازاي نطبعهم في سطر واحد ان احنا بنفصل بكومه. تعالوا بقى عشان انا هبعت لكم الفايل ده نراجع كل اللي احنا عملناه. احنا اول حاجه قلنا ان احنا عايزين نطبع كلمه اي لاف بايثون. الباشمهندس اللي لسه جاي ركز معايا. فعشان نطبع اي لاف بايثون قلنا بنكتب برنت كل حروفها سمول
برنت، كلمة برنت كل حروفها سمول، وبعد كده بنفتح قوسين ونعمل سنجل كوتيشن. السنجل كوتيشن دي عندي في الكيبورد بتاعتي حرف الطه، فانت شوفها السنجل كوتيشن اللي هي دي يا جماعة، اللي هي دي، بصوا دي، وبنكتب جواها. ماشي؟ طيب الدبل كوتيشن ممكن ينفع برضه صح؟ في فيرجنز، في فيرجنز انا بالنسبة لي ينفع، بتقبل، في فيرجنز بتقبل سنجل ودبل، وانا بالنسبة لي يقبل، يعني انا الفيرجن اللي معايا تقبل، بس عادي يعني، خلينا نعملها. ليه تكتب شيفت طه؟ ما تعمل دوس على طه على طول. ماشي، خلينا I love بايثون، I love بايثون. ماشي، ده اللي احنا عملناه في الاول. وبعد كده قلنا له برنت، قلنا له ان قلنا له عايزين نعرف الباشمهندس اللي جاي عندنا حاجة اسمها ميموري، ذاكرة، زيها زي ذاكرة البني آدم. انت دلوقتي مخزن في دماغك العنوان بتاعك والاسم بتاعك مثلا والايدج بتاعك وكده، فاحنا لما بنيجي نكتب برنامج برضو البرنامج ده لازم يكون ليه ذاكرة نخزن فيها المعلومات اللي احنا عايزين نخزنها عشان نعمل عليها عمليات، نطبعها مثلا لما حد يقول لك مثلا ايه عنوان، ما هو البرنامج ده لما اقول له اطبع لي مثلا العنوان او الاسم، ما هو لازم يكون عنده ذاكرة زينا، احنا مخزنينها في الذاكرة بتاعتنا، هو برضو لازم يبقى ليه ذاكرة يروح يستدعي منها. يعني انت لما حد مثلا يقول لك اسمك ايه، الباشمهندس لسه جاي، بتروح للذاكرة بتاعتك، للمخ بتاعك، المخ بيفكرك باسمك وترد، صح؟ هو نفس الكلام، البرنامج لازم يبقى ليه ذاكرة. لما حد يقول له اعمل لي برنت للنيم، بيروح للذاكرة بتاعته برضو يجيب النيم منها. ماشي، فانا قلت انا هعرف في الذاكرة، هفتح في الذاكرة مكان اسميه نيم واحط فيه قيمة اسمها شروق، وافتح في الذاكرة مكان تاني اسمه ايج اسميه ايج واحط فيه فاليو اسمها 24. ماشي، طيب فانت في الجافا لما درست كنت لازم تقول له النيم ده عبارة عن سترينج، مش هي كلمة، يبقى عبارة عن سترينج، فكنت لازم تقول له سترينج نيم ايكوال شروق، والرقم ده اللي هو 24 الايدج كان انتجر، فكنت لازم تقول له انت ايدج ايكوال 24، صح؟ لا، قالك البايثون بقى بتريحك، هي بتعرف الداتا تايب من تلقاء نفسها، انت مجرد ادخل على طول سمي الفاريبل نيم واديله قيمه. طيب هي عرفت منين ان الفاريبل ده اللي هو اللي اسمه نيم ده سترينج؟ قالك من القيمه اللي هي مكتسباها، لما حطيتها بين سنجل كوتيشن فهي بتروح تخزنها في الميموري تلقائي ان هي سترينج، لو هي رقم زي ال 24 دي بتروح تخزنها تلقائي ان هي انتجر. ماشي، طيب قلنا عايزين نطبعهم، هنطبع النيم ده ازاي؟ قلنا برنت نيم بدون سنجل كوتيشن لان ده فاريبل مش نص. ماشي، طيب وقلنا لو عايزين نطبع الايدج برضو بنعمل برنت ايدج. ماشي، طب بنرن ازاي؟ باشمهندس الواد لسه جاي، بنقف كده على الفايل فوق على البايثون فايل، كليك يمين رن، تعمل رن سيكشن 1. ماشي، اهو طبع لي الاول اهو رن، ايه طبع لي الاول اهو العباره اللي هو انا كتبتها اي لاف بايثون اهو، وبعد كده قلت له روح اطبع لي النيم برنت، دي راحت الذاكره، قالت لها انت متخزن عندك فاريبل اسمه نيم، قالت لها اه، قالت لها طب اديني القيمه اللي عندك علشان في حد بيسال عليها وعايزه اطبعها له. ماشي، فقالت لها طب القيمه اسمها شروق اهي، فخدتها وطبعت لها شروق زي بالظبط ما حد يقول لك اسمك ايه، بتستعين بالمخ عشان يفكرك بالاسم عشان تقوله له، هي نفس الكلام. ماشي، برنت ايدج راحت برضو للميموري، قالت لها لقت الايدج، لقت في مكان محجوز في الميموري اسمه ايدج معلومه متخزنه، قالت لها طب اديني المعلومه اللي جواكي يا ايدج، قالت لها 24، راحت جايه طبعها لها 24. ماشي، طيب طبع لي، لاحظنا ان طبع لي دي في سطر ودي في سطر، طب لو عايزين نطبعهم في سطر واحد هقول له برنت النيم كوما الايدج. ماشي، وهقول له run section 1، او بص طبع لي شروق و24 اهو في سطر واحد. طيب عايز اقول له print ال age، انا مش معرفه، قلنا ان البايثون كيس sensitive بالنسبه للفاريبل، يعني ايه؟ يعني انا معرفاها ايه small، ال age هي بالاسم small، ما ينفعش اروح اكتبها له ايه capital هنا، هيضرب وهيقول لي ان ال age دي not defined. ماشي، فانا هكتب لكم كومنت جنبها هنا عشان تعرفوا ان دي ايرور. ماشي، الكومنت ازاي بنعمله في البايثون؟ عن طريق الهاشتاج اللي هو الشباك، علامة الشباك، ده لو لاين واحد. طب لو عايزين نعمل اكتر من لاين، عارفين بتعرفوا نعمل اكتر من لاين ازاي؟ عارفين ولا مش عارفين نعمل كومنت على اكتر من لاين؟ السنجل كوتيشن نعمل تريبل واحد اتنين تلاتة اهو،
واحد اتنين تلاتة كده. انا عملت بلوك، عملت البلوك ده بتاع الكود ده، عملت له كومنت. يعني ايه كومنت؟ يعني الكومبايلر مش قاريه، مش شايفه. لما بيجي يرن هيرن اول سطر والتاني والتالت، وهيدخل يجيب لك هنا ايرور. ماشي، بس انا عملت لكم ايرور اهي جنبها عشان تعرفهم، عشان انا هبعت لكم الفايل ده. تمام، فاهمين؟ تمام يا دكتور. ماشي، استنوا بقى، انا بقى هاخد الاتندنس. انا كده خلصت. المره الجايه الناس اللي هي ما سطبتش انا هبعت لكم دلوقتي. على الاقل حملوا البرامج، وبعد كده المره الجايه الناس اللي عندها مشكله في التصطيب انا هلف عليكم واحد واحد وسطبوه. ماشي، في حد 2019 حاضر معانا؟ ايوه مهندس، 2019. طيب ماشي. أيوة. انا علشان انا عملت داونلود للاتندنس ليست، وانتوا بتظهروا ان ايه في الـ في الـ في الليسته يعني دي، فانتوا معلش اكتبوا لي الاي دي بتاعكم في الشات. تمام تمام. لا، هو اللي بيقول السكشن مش الساعه 1:05، 1:05 ده في قبل رمضان، مواعيد رمضان احفظوا ان السكشن هيبدا 12:15. حتى في الكليه يا دكتور صح؟ ايوه في الكليه طبعا. المواعيد نزلت لكم صح؟ اه نزلت طبعا. ماشي، السكشن يا جماعه بعد كده لا مش 1:05، هيبدا 12:15. فانتوا شوفوا، فهتلاقوا في توقيت، وهتلاقوا في توقيت رمضان. حضرتك خلصت كده نخرج؟ اه، بس اللي هما بتوع 2019 يدوني الاي دي بتاعهم. التزموا يا جماعه بالتوقيت الجديد، التزموا بالتوقيت الجديد حتى في الكليه. يعني التوقيت خلال شهر رمضان اهو، كانت السته بتبدا من 1:05 لحد 1:50، بقت من 12:15 ل 12:50. ماشي. طب حد بقى بقيه المواعيد كده؟ مستمعيكي، وبتقولي بقية المواد كده؟ كل المواد؟ لا أقصد بقية المواعيد، حد يبقى يبعت بقية المواعيد. بصي حد، طيب اعملوا جروب واتساب وضيفوني فيه، وانا هبعت لكم المواعيد دي، وهبعت لكم عشان ابعت لكم كمان اللينكات. الدكتور عامل جروب، ممكن حد يدخل حضرتك فيه؟ ايوه حد يدخلني فيه. طيب عشان كمان اعرف ابعت لكم الماتيريال، انا اوريدي هنزلها على التيم، بس برضه هبعتها على الواتساب. هو تقريبا حد حطها. شكرا جدا، يعني كويس حد حط المواعيد الجديده كده. كله كتب اتندنس. حضرتك بدأ من بدري يا دكتور؟ من الساعة 12:15 كده، يعني 12:15. استنيت بتاع 5 دقايق علشان الناس تكون اتجمعت. يعني احنا مكناش في ناس كتير ما كانتش شافت المحاضرة، احنا يعني انا كنت المحاضرة الساعة 1:05. طيب حد سجل؟ طيب حد، لو حد سجل اسمعوا التسجيل. هي اصلا السكشن ما فيهوش اي حاجه، احنا مجرد يعني عملنا حاجات بسيطه بس على